مرحبا بك محمد نجيب هنان. الأجواء يبدو أنها كبيرة، وارتسمت صورة جميلة بوهران قبل حفل الافتتاح، وكما يبدو من خلفك يعني أجواء جميلة. تفضل نجيب. تجمع الوفود، سننتقل طبعا إلى الوفد الجزائري كما تشاهدون من ورائي، الوفد الجزائري الذي التحق بمركز التجمع هنا بهذا الملعب من أجل الاستعداد للتنقل إلى ملعب وهران. طبعا تشاهدون من أمامي كذلك الوفد المصري الذي يلتحق كذلك بالملعب، وكان فيه وفود كثيرة تجمعت وتنقلت على غرار الوفد الإسباني وكذلك الوفد المقدوني، كذلك وفود أربع وفود تنقلوا لحد الآن إلى الملعب في انتظار تنظيم الأمور وربما إعطاء الوقت قبل ربع ساعة قبل تنقل الوفد والثاني. طبعا نحن نتواجد وسط الوفد الجزائري الذي يستعد بكل نجومه للتنقل إلى ربما الملعب وسط أنظار من كل حد من وصوب، الكل ينظر إلى الوفد الجزائري. طبعا هو مستضيف الدورة وهو ربما هو الراعي الرسمي لهذه الألعاب، كما تشاهدون أجواء رائعة جدا يصنعها الوفد الرسمي من مسيرين وإداريين ورياضيين جزائريين يصنعون أجواء رائعة جدا. كنا نتكلم منذ قليل عن التقاليد وعن العقليات الأوروبية وباقي الدول، اليوم وفي هذه اللحظات لدينا كذلك تقاليد وربما أجواءنا خاصة وطريقة تشجيعنا وطريقة تعاملنا مع هكذا مواعيد، لدينا كذلك أجواء خاصة. طبعا على المباشر كما تشاهدون رياضيات ورياضيين جزائريين يستعدون ربما ويعطون ربما صورة رائعة جدا وجميلة للجزائر من حيث الثقافة قبل الرياضة. معنا تفضلي، معنا رياضية شمل اللامية، مصارعة شمل اللامية. لم ربما حين تنقلوا إلى الملعب أكيد شعور خاص قبل ساعات قليلة وقبل بداية الألعاب. صح، شعور كثير مفرح، صافي بليزير، راح نمثلوا بلادنا وإن شاء الله نشرفوا الراية تاعنا إن شاء الله. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. رياضية أخرى تفضلي. ما بكم، معكم مرزوقتي اللي مصارعة. أكيد اليوم ربما أول ألعاب ليك. نعم، أول ألعاب لي هنا يا في الاستعداد في الجزائر. شعور خاص أكيد. هايل. في بلادك أيضا. بلادنا بيان سور. طيب ربما رسالة للجمهور الوهراني. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة. جازو دي جورني هذو الوالا تخي بيان، إن شاء الله نكملوا هكا وإن شاء الله نطلعوا الأعلى. أكيد أنت تمثلي منطقة القبائل. نعم. من نجوم الجهة؟ ولاية بويرة. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة وتحية للناس بويرة. إن شاء الله. اليوم كذلك رياضة أخرى تفضلي. مصارعة حفيف رايان بطلة إفريقيا، إن شاء الله نطمحوا باش نجيبوا ميداي في لي جو. نشكر الشعب تاع وهران بزاف، استقبلنا مليح وراه قايم بالواجب تاعو، ولي بي الآخرين مستحفظ بهم وكامل شكرهم، نزيدوا نشكرهم احنا وحنا إن شاء الله نطلعوا العلم تاعنا. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. طبعا وفد جزائري بكامل أعضائه وبكامل الرياضيين يتواجد في الملعب قبل ربما دقائق قليلة من الانطلاق إلى الملعب. سنحاول رصد تصريحات أخرى للجزائريين طبعا من الرياضيين والرياضيات وكذلك طبعا نعم تفضل. السلام عليكم. رياضي جزائري اكيد اليوم، وش شعوركم قبل ما تنقلوا الى الملعب؟ شعور جيد جدا. طيب ربما وش توعدوا ناس وهران؟ اكيد رياضيين لكم حاضرين. التنظيم جيد جدا ونشكرهم على استضافه الالعاب البحر الابيض المتوسط. يعطيك الصحه، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. اذا هذا كان رياضي من الرياضيين. سنتحدث في هذه الأثناء مع مدرب المنتخب الوطني للملاكمة، أكيد شعور خاص اليوم لكم أنتم كوفد جزائري وسط الأجناس وسط الناس كما تشوفينا، ربما شعور خاص
نفتخر اليوم باننا نفتخر واحنا في نفتخر واحنا في بلادنا هنايا يعني نقوم بهذا البطوله الالعاب البحر الابيض المتوسط اللي راح تجري هنا في الجزائر، يعني اول مره اللي راح تجري هنا في الجزائر. بالنسبه لنا كملاكمين جزائريين ان شاء الله يعني راح يعني نشرفوا الجزائر في احسن تشريف ان شاء الله. ونشكر كل يعني من يعني ساهم في هذه الالعاب واللي عطى يد المساعده، ونشكر كل يعني الرياضيين اللي راهم متواجدين هنا في هذا الحفل وتكريم الجزائر. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. ننتظر الكثير من المنتخب الملاكم، نتمنى لكم التوفيق. طبعا كذلك المنتخب الوطني لي طبعا سنعود الى محمد نجيب هنان، نعود اليوم كمنتخب نعم. المنتخب الوطني لجيد اناث، ننتظر الكثير منكم، كيفاش راكم عايشين الاجواء هذه قبل ساعات من انطلاق الحفل؟ رانا عايشينها بشكل جيد، هذا شرف لينا وشرف الجزائر باحتضان هذه الالعاب البحر الابيض المتوسط. ان شاء الله راح نكونوا في المستوى ونفرحوا الشعب الجزائري. وانتو تلفي فالجيري، تحية الجزائر. شكرا. طبعا رياضية أخرى، تفضلي أمينة. أمينة أمينة اليوم احنا تكلمنا معك، تفضلي معايا أمينة. تكلمنا كثيرا منذ انطلاقنا إلى من العاصمة إلى اليوم، أكيد قبل ساعات من انطلاق الحفل وانطلاق الألعاب في بلادنا، أنتم كرياضيين حتى وإن كنتم متعودين على الألعاب وأبطال إفريقيا وأبطال عالميين، ولكن اليوم شعور خاص لما تكون في بلادنا. اكيد رانا متحمسين لهذا الافتتاح هذايا، اللي رانا متاكدين وعندنا ثقه كبيره انه حيكون عرس عالمي، ولما لا بحضور كامل هذه الدول، وكما راكم تشوفوا الاعلام تاع بلادنا اللي راهو يرفرف في كل مكان. فريمون افتخار لينا، ان شاء الله نجوزوا بخير وعلى خير، وان شاء الله تكون انطلاقه تفاؤل، انطلاقه امل، انطلاقه نجاح، لما لا ان شاء الله لحصد الكثير والعديد من الميداليات ان شاء الله. نطلبوا الجمهور الجزائري مملاهم في الصطاد، مملاهم في اون ديريكت، يشوفوا يشجعونا ويفتخروا ببلادهم، لانه حقيقه حدث عالمي وتنظيم جد 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 رائع. نشكر جميع المسؤولين لحد الان، نقدر نقول لك تنظيم عالمي، لانه ما فين نروحوا لي تورنوا، ما فين نروحوا لي جو، والله العظيم غير رهيب مقاييس. ما كانش فرق بالك، درنا ديجا لي جو ميديتيراني في الاسبان طاراغون، والله التنظيم ما كانش على سو بوان هذايا في نيمبورت في الماكله في كلش، الحمد لله. دونك نقول لهم تبعونا وان شاء الله حيكون هناك استعراض كبير، وفوالا 1 2 3 في فالجيري. ادري ربما تحسي بضغط انت كاسم في, 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 في الرياضه ديالكم في الاختصاص تاعكم، راكي حاسه الضغط خاصه في بلادك؟ بيان سور راهم كاع يستناو فينا، يستناو ميداليات، حنا نتمناو ما كاش اللي ماهوش حاب يدير ميداليه، ما كاش اللي ماهوش حاب يطلع منصه التتويج. ان شاء الله نكونوا في نهارنا، وان شاء الله نشرفوا الجزائر كما شرفناها في العديد من المحافل الدوليه، ونحصدوا الكثير من الميداليات، ونتمنى التوفيق لكل الرياضات الاخرى ان شاء الله. مش حاب ندير لك ضغط، ولكن ربما توعدي الجمهور بميداليه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكونوا على منصه التتويج ان شاء الله. شكرا. صحة امينه. هذه كانت بطله افريقيا، واحده من الرياضيين او الرياضيات عفوا المعول عليهم لتقديم صوره جميله للجزائر، سواء في جيدو او في الرياضه عموما. طبعا الوفد الجزائري ينتظر دوره للتنقل الى الملعب، طبعا دوره مهم جدا اليوم في انجاح الحفل، وكذلك طبعا حضوره كوفد رسمي جزائري ممثل للجزائر مهم، وطريقة ربما تعامله مع الحفل وربما تقديمه للصورة المنتظرة منه سيعكس الكثير والكثير من النجاحات التي نعول أن تكون في الجزائر في هذه الألعاب. طبعا وجوه رياضية مستبشرة إن صح التعبير، أكيد أبطال عالميين كما تشاهدون، بن عمادي هنا كذلك حاضر، أكيد اسمه وتاريخه وإنجازاته اليوم تفرض عليك أنه ربما تقدم لنا أفضل صورة في بلادنا، هل هذا الشيء ربما يخليك تحت الضغط ربما؟ لا عادي، كما راكم تشوفوا الأجواء الحمد لله،
كلهم راهم فرحانين بلوفيرتير هذا. ان شاء الله ربي يوفقنا، ان شاء الله نتمنى لهم كاع النجاح، ان شاء الله كاع كيخلص يجوا هذوما ان شاء الله كاع ميداي بربي ان شاء الله. طيب ربما اليوم قبل ساعات من انطلاق الاحتفال اسماء مثلك انت وافضل عالميين اكيد راح تمدوا صوره جميله جدا وسط الاجناس اللي تشوف فينا اليوم رانا تحت الانظار. بيان سور، على كل حال الحمد لله كما راكم تشوفوا الاجواء راهي مليحه، ان شاء الله لي تريز امبورطون مور ليفيرتور هذا تمتم لازم تكون لا كونسنتراسيون باسكو لو 26 يبداو لي كومبيتيسيون، حنا ان شاء الله عندنا لو 29 30 بريمي ان شاء الله وبربي ان شاء الله في اخر. شكرا جزيلا. انتم متعودين اكيد على الالعاب هذه والعاب عالميه، اكيد انه راح تقدموا لنا صوره جميله. يعطيك الصحه بارك الله فيك. ربما رياضيين اخرين تفضل تفضل. معليش معليش، ربما فيه من لا يريد التحدث يريد التتويج فقط، شيء طبيعي جدا. ما يهمنا هو الألقاب وليس الحديث عبر وسائل الإعلام، ولو أن الحديث وتقديم وعود أكيد سيعطي تطمينات بخصوص المشاركة الجزائرية التي قيل عنها الكثير والكثير خاصة في بلادنا. ربما الوفد الجزائري الآن في هذه الأثناء في طريقه للحافلة للتنقل إلى الملعب، وطبعا الوفد الجزائري ليس الوحيد برفقة، طبعا يتواجد برفقة الوفد المصري الذي سنحاول رصد تصريحاته وربما شعوره منذ التحاقه بالجزائر. ولو أننا لمسنا الكثير من الاستحسان من الوفد المصري والوفد التونسي والوفد المغربي، طبعا هم أشقائنا ولديهم علاقة مباشرة معنا، فاستحسانهم مهم جدا لنا على غير باقي الوفود. طبعا لمسنا الكثير من الاستحسان فيما يتعلق بربما استقبالهم، طريقة استقبالهم، طريقة تعاملهم أو المعاملة هنا على مستوى القرية المتوسطية. الكثير من النجوم كذلك المصريين يتواجدون هنا لربما الحديث أو لتمثيل مصر، أحسن تمثيل. كذلك مصر معروفة بعلاقتها في الكثير من الرياضات، ولعل الكرة وتايكواندو وكرة اليد كذلك معروفة جدا لدى الوفد المصري. طبعا رياضات كثيرة جدا معول عليها للتألق في الجزائر وتقديم صورة رائعة جدا للرياضة المصرية في الألعاب المتوسطية. طبعا معنا رياضيين مصريين. السلام عليكم، راكم على المباشر معنا. طبعا نتكلم مع الوفد المصري، اكيد قدموا لنا نفسكم. اياد بركات، تايكوندو. تايكوندو، كنت منذ لحظات كنت نتكلم على رياضه التايكوندو، ربما رياضه اكيد معول عليها من الوفد المصري اللي حصد اكبر عدد ممكن. شعوركم اليوم قبل ساعات من انطلاق الحفل وغدا ان شاء الله بدايه؟ يعني متحمسين عشان الحفل ان شاء الله، يعني والتنظيم واضح ان هو تنظيم روعه، ومتحمسين قوي الحفل، ومتحمسين اكتر ان شاء الله للمنافسات بكره، وان شاء الله الوفد المصري يعني يحقق انجازات عاليه باذن الله. طيب شو كيف ربما اعتقد بانه هي اول مره ليك انت كرياضي في البحر الابيض المتوسط وفي وهران؟ اول ما انا جيت الجزائر قبل كده، بس جيت مدينه الجزائر نفسها، ما جيتش وهران، اول مره في وهران بصراحه، يعني مدينه جميله قوي بصراحه. شكرا. طيب ربما كيف وجدت الاستقبال الجزائري؟ لا، كان استقبال رائع من اول المطار لحد ما وصلنا، ويعني الاهتمام على اعلى مستوى من جميع الجهات، من الشعب ومن الشرطه ومن المدينه كلها بصراحه. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا مره اخرى. طبعا رياضي اخر قدمنا نفسك على المباشر. انا سيف عيسى، لاعب منتخب مصر تايكوندو. تايكوندو، تايكوندو منتخب قوي جدا، منتخب مصري قوي جدا اكيد. احكونا تجربتكم لحد الان، ربما ايام قليله منذ التحاقكم بوهران، كيف تعيشون هذه التجربه؟ انا يمكن بقالي 3 ايام في وهران. طبعا يعني مدينة جميلة جدا، وبلد الجزائر بلد يعني ما شاء الله تحفة، ويعني شعب جميل، وانا مبسوط جدا ان انا موجود النهارده في دورة الالعاب دي، واتمنى ان شاء الله